إذاعة سلطنة عمان. تفسير القرآن الكريم. تفسير القرآن الكريم لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. تنفيذ مالك بن زاهر الحسني. أيها الإخوة المستمعون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في حلقتنا لهذا اليوم سنواصل ما بدأنا من تفسير الآية 12 و13 من سورة آل عمران، فإلى التفسير. ولينظر الإنسان في مقابل ذلك كله كيف يأتي نصر الله تبارك وتعالى للمؤمنين، وكيف يتحول الأمر من هزيمة إلى نصر عندما تصدق العزائم وعندما يكون الاتجاه إلى الله تبارك وتعالى. فبداية التحول كانت همة أفراد ناصرهم عشرات من المسلمين الصادقين، واجتمع أمرهم على تقديم شاب نشأ في طاعة الله من بينهم، هو الإمام المؤيد ناصر بن مرشد رحمه الله تعالى. ومع مغالبته التيارات المعارضة الداخلية استطاع أن يصل إلى هؤلاء الكفرة الصليبيين الحاقدين، وبدأ يخرجهم من هذه الأرض الطهور. ثم من بعده قام خلفاؤه الأئمة العظام، قاموا بمطاردة هؤلاء الغازين في كل مكان حتى وصلوا إلى حيث وصلوا من الأماكن السحيقة. هكذا شأن النصر لله تبارك وتعالى عندما يأتي لعباده الذين ينصرون الله، وهكذا تفعل العقيدة. ونحن ما يدرينا، لعل أولئك الذين قاوموه من قبل إنما كانوا يقاومون باسم الوطن أو حمية للوطن، دفاعا عن الوطن لا دفاعا عن العقيدة والدين. وكذلك ما وقع في المغرب الإسلامي عندما نزل إخوان هؤلاء الأسبان وأنزلوا بالمسلمين في الشواطئ الإسلامية ما أنزلوه من الهون بعدما استولوا على الأندلس وفعلوا الأفاعيل الكثيرة، كانت قلة مؤمنة، قلة صدقت مع الله تبارك وتعالى في جزيرة الجربة، هزمت أسطولا لهؤلاء عندما صدقوا الله تعالى في إيمانهم وكان جهادهم لإعلاء كلمة الله. نزل بهم من الجنود 20,000 لججوا بأحدث الأسلحة وعندهم كل وسائل الدمار المعروفة في ذلك الوقت. قابلهم 3,000 عزل، هؤلاء 3,000 ردوهم على أعقابهم بعدما خلفوا 3,000 قتيل وعددا من الأسرى نحو ضعف هذا العدد أو أكثر من ضعفه. ثم مع ذلك كله عندما أراد الله تبارك وتعالى أن يخربوا بيوتهم بأيديهم وأن يدمروا أنفسهم بأنفسهم، أخذ يقتل بعضهم بعضا من الخوف والرعب. ثم دمرت الرياح سفنهم بعد ذلك وانطلقوا خاسئين، ولم تحدثهم أنفسهم أن يعودوا إلى تلك الجزيرة إلا بعد 10 سنوات لما لحقهم من عار الهزيمة وآثارها. ولكن ما الذي كان من أهل الجزيرة عندما وقفوا عند أولئك؟ رجعوا إلى شيخ عزابتهم الشيخ أبي النجاه يونس بن سعيد التعاريتي رحمه الله، فأمرهم أن يصدقوا الله في جهادهم وأن يحاسبوا أنفسهم بحيث يحاسب كل أحد نفسه منذ بلوغه الحلم إلى ذلك الوقت. فانقلبت صفحتهم بيضاء واستحقوا هذا النصر والتمكين. ونحن نرى أن ما أصاب العرب خصوصا من الذل والهوان في هذه العقود من السنين
إنما كان ذلك من جراء بعدهم عن الإيمان وبعدهم عن الصلة بالله سبحانه قبل تلك النكسة المريرة التي تجرعوا صابها إلى الآن. قبل تلك النكسة المريرة وصل الاستخفاف بالله وبحرماته وبدينه أن يقول خطيبهم مدافعنا تتحدى القدر، فأي نصر يأتي لقوم هكذا تكون عقيدتهم؟ فإذا التحول من هذا الوضع إلى وضع آخر هو الذي يحول الحياة من هزيمة إلى نصر. طريق النصر طريق مستقيم لا التواء فيه، وطريق واضح لا غموض فيه، إنما هو أن ينصر الإنسان ربه سبحانه وتعالى وأن يصدق في عمله. الله تبارك وتعالى آذن الكفار هنا بهذا الأمر، قال قل للذين كفروا، وقد اختلف المفسرون من المراد بالذين كفروا هنا، فكثير منهم قال هم اليهود، وذكروا سببا لذلك أن اليهود عندما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة بدر جمع اليهود في سوق بني قينقاع ودعاهم إلى الإسلام وحذرهم أن ينزل بهم ما نزل بقريش، فما كان منهم إلا أن استخفوا به وقالوا له إنك نازلت قوما أغمارا لا علم لهم بالحرب، فلا تغرنك الفرصة التي وجدتها معهم، فلو حاربناك لعلمت أننا نحن الناس. فأنزل الله تعالى هذه الآية الكريمة، وهذه رواية مروية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أخرجها ابن جرير الطبري والبيهقي في دلائل النبوة وابن إسحاق، وأخرج الواحدي في أسباب النزول أن سبب نزول الآية الكريمة هو أن اليهود عندما هزم النبي صلى الله عليه وسلم كفار قريش في غزوة بدر اجتمع بعضهم إلى بعض ودعا بعض عقلائهم الآخرين إلى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه النبي المبشر به في كتبهم وأنه لن تهزم له راية، فقال شياطينهم دعونا حتى ننظر إلى حاله في وقعة أخرى. فلما كانت غزوة أحد وبني فيها المسلمون بما منوا به قالوا ليس هو بالنبي المنتظر وهو سيهزم، وذهب كعب بن الأشرف منهم مع 60 راكبا إلى كفار قريش وتعاقد مع أبي سفيان على حرب النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين على أن تكون كلمتهم واحدة، فأنزل الله تعالى ذلك. ومنهم من قال بأن الآية الكريمة إنما كانت قبل غزوة بدر، وإنما هي إيذان للمشركين بأنهم سيهزمون وسيولون الدبر، قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم، أي بعد غلبتكم ستحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قوله سبحانه وبئس المهاد إما أن يكون من ضمن ما أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقوله لهم، وإما أن يكون تذييلا خارجا أما أمر به نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبلغه أولئك. ستغلبون، الجمهور هكذا قرأ بالتاء، وقرئ سيغلبون
هذه هي قراءة حمزة والكسائي، وهذه القراءة جاءت على أساس أن يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم أولئك بالخطاب الذي لا ينقله بعينه فيما أوحي إليه، وإنما يحكيه لهم بالمعنى. ونحو هذا كثير في القرآن، كما في قول الله تبارك وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وسبق أن حشرهم إلى جهنم هو المبدأ لتحولهم إلى وقود النار، حشرهم إلى جهنم هو المبدأ لذلك. ومن الناس من قال بأن إلى هنا ليست للغاية، وإنما هي بمعنى فيه، أي سيحشرون في جهنم، أي سيجمعون في جهنم، وبئس المهاد. وبعد هذا ضرب الله تعالى لهم مثلا طائفتين من الناس، طائفة كانت على وصف وطائفة كانت على وصف آخر. هذه كانت موصولة بربها سبحانه، وهذه مقطوعة عنه تعالى. كيف كان الأمر؟ مع أن الطائفة الموصولة بالله تعالى كانت قليلة في عددها وضعيفة في عدتها، والطائفة التي كانت مقطوعة عن الله سبحانه وتعالى كانت بعكس ذلك، كانت كثيرة في عددها وقليلة، وكثيرة في عددها وقوية في عدتها، ولكن الأمر انقلب بعكس ذلك. فالله تعالى هو الذي يقلب الموازين كما يشاء، وقد جعل النصر والهزيمة منوطين كل واحد منهما بسببه، فكل واحد منهما يأتي بعد سببه. وهذا لا ينافي الأخذ بالأسباب المادية مع عدم الاعتماد على هذه الأسباب، وإنما يكون التعويل على الله تعالى وحده، ولا يخرج الأخذ بالأسباب المادية من كونه طاعة لأمر الله سبحانه وتعالى. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. قد كان لكم آية، آية كلمة مؤنثة تأنيثا لفظيا، ولم يؤتى بعلامة التأنيث في فعلها الذي هو كان، وإنما جاء مجردا من علامة التأنيث بسبب الفاصل الذي يفصل ما بين الفعل وفاعله، إن قلنا بأن كان هنا تامة، أو بين الفعل الناقص واسمه إن قلنا بأنها ناقصة. ومن ناحية أخرى حسن هذا أن آية هي بمعنى البيان، أي كان لكم بيان، فالآية هي العلامة والدليل، وهي مميزة ومبينة مفرقة بين أمرين اثنين، وهنا هي مفرقة بين الحق والباطل، وبين الهدى والضلال، وبين من يستحق النصر ومن يستحق الهزيمة. قد كان لكم آية في فئتين، الفئة الجماعة من الناس، وقيل لها فئة لأنها يفاء إليها أي يرجع إليها. ومن الناس من قال بأن الفئة مأخوذة من فأوت رأسه بالسيف إذا قطعته أو فلقته، ذلك لأن كل فئة من الفئتين أو من الفئات تكون منفصلة عن الأخرى أو عن الأخريات، فلذلك قيل لها فئة. قد كان لكم آية في فئتين،
التقتا، التقتا على وزن افتعلتا من اللقاء. الأصل لقي كل واحدة من الفئتين الفئة الأخرى فقيل التقتا، واللقاء إنما يكون في الأصل باجتماع الاثنين مصادفة، هذا هو الأصل. وقد يكون ذلك عن موعد محتوم، وعبر باللقاء أيضا عن الحرب، لأن كل واحدة من الفئتين المتحاربتين تنازل الفئة الأخرى. وكذلك ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة، فاللقاء عبر به عن الحرب. ولذلك يسمى يوم الحرب يوم اللقاء. التقت فئة تقاتل في سبيل الله، هكذا قراءة الجمهور بالرفع على الابتداء، وقرئ بالجر على البدلية، وقرئ بالنصب على الحال، أي فئتين. لقد كان لكم آية في فئتين مختلفتين، فئة تقاتل فئة تقاتل في سبيل الله، وأخرى كافرة، بالنصب على أن فئة حال. وجوز الزمخشري أن يكون النصب على الاختصاص، وتعقب ذلك أبو حيان بأن النصب على الاختصاص لا يكون إلا في المعارف دون النكرات والمبهمات. ورد بأن الزمخشري لم يقصد المنصوب على الاختصاص في نحو قول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، وإنما قصد أنه فعل منصوب بأخص، ولا مانع من أن يدخل على نكرة مبهمة. فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. فئة تقاتل في سبيل الله أي فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله، وفئة كافرة تقاتل في سبيل الشيطان أو تقاتل في سبيل الطاغوت. فاكتفي بهذا الحبك بحيث ذكر من كل ذكر مع كل طائفة ما هو أولى بأن يوصف به، واستغني عن وصفه بالوصف الآخر بما ذكر في مقابله. فالفئة المؤمنة تقاتل في سبيل الله، فوصفت بالمقاتلة في سبيل الله من غير أن توصف هنا بالإيمان بالنص الصريح، لأن نفس المقاتلة في سبيل الله دليل على أنها مؤمنة إيمانا صادقا. ولو لم تكن مؤمنة إيمانا صادقا لما هانت عليها نفوسها حتى تقاتل في سبيل الله من أجل إعلاء كلمة الله، لا من أجل علو في الأرض ولا فساد فيها ولا مصلحة دنيوية متعجلة. والفئة الأخرى ذكرت بأنها كافرة، وصفت بأنها كافرة، ولم توصف بأنها تقاتل في سبيل الشيطان، لأن مقاتلتها كأنها ليست بشيء بسبب ما لحقها من الهزيمة ونزل بها من الهوان، فكأنها لم تقاتل رأسا، هي تقاتل في سبيل الشيطان، وخرجت حمية من أجل المقاتلة في سبيل الشيطان، ولكن مع ذلك كان الأمر بخلاف ما كانت تطمح، حيث خذلها الله تعالى خذلانا عجيبا، وأظهر عليها عدوها إظهارا غريبا لم تكن تحتسبه قط، فوصفت بالكفر ولم توصف بالمقاتلة في سبيل الشيطان، كأن هذه المقاتلة ينبغي أن تتناسى ولا تذكر. وجمهور المفسرين على أن هاتين الفئتين هما فئة المؤمنين وفئة الكافرين عندما التقتا في غزوة بدر،
هذا هو رأي جمهور المفسرين، وهذا هو المتبادر، وهو الذي تدل عليه القرائن. وهذا الرأي حكى أبو حيان عن صاحب ري الظمآن أنه نقل الإجماع عليه، والقرطبي في تفسيره ذكر عدم الخلاف فيه، ولكن وجدنا من المفسرين المتأخرين الإمام محمد عبده يجوز بأن تكون الإشارة إلى فئتين من بني إسرائيل تقاتلا في العهود السابقة، أو فئتين كانت حرب، فئة إسرائيلية كانت مؤمنة وفئة عدو لها كانت كافرة التقتا في الأيام السابقة، كأن تكون الإشارة في ذلك إلى المعركة التي كانت بين طالوت وجالوت. وجوز صاحب المنار أن تكون الإشارة في ذلك إلى معركة جدعون، على ما في روايات بني إسرائيل من عدم الثقة بها. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة، يرونهم مثليهم رأي العين. المفسرون اختلفوا من هم الذين رأوا الآخرين مثليهم، من هو الرائي ومن هم والمرئي، والضمير في مثليهم هل يعود إلى الرائي أو يعود إلى المرئي؟ قيل بأن المراد بمثليهم هنا، أن المراد يرونهم مثليهم هنا، أن المشركين كانوا يرون المؤمنين مثليهم، أي مثلي المؤمنين في رأي بعض المفسرين، وذلك في غزوة بدر حيث كان عدد الكفار نحو 1000 وكان عدد المؤمنين نحو 313، فرأى الكفار المؤمنين مثليهم، أي مثلي عددهم، بحيث رأوهم نحو 626، وقيل مثليهم مثل الرائين وهم الكفار، رأوا المؤمنين في مثل ضعفهم، بحيث كانوا نحو 2000 أو ما يقرب من 2000، وذلك لأن الله تعالى كثرهم حتى ينزل الرعب في نفوس هؤلاء القوم الكافرين، ويثبت المؤمنون أمام هؤلاء القوم الكافرين. وهذا الرأي ربما استغرب من حيث إن الله تبارك وتعالى أخبر في سورة الأنفال بأنهم عندما التقوا أرى الله تعالى كل طائفة من الطائفتين الطائفة الأخرى قليلا، وإذ يريكمهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. الله تبارك وتعالى قلل عدد المؤمنين في أعين الكافرين ليجرؤوا، أي ليجرؤ الكافرون على المضي قدما في المعركة لئلا يهربوا في وقت إمكان المهرب. وقلل الله سبحانه وتعالى عدد الكافرين في أبصار المؤمنين من أجل أن يجرؤوا أيضاً على مقاتلتهم، حتى لا يكون في نفوسهم شيء من الخوف من الهزيمة. وهذا ليس بمشكل، فقد أجاب عن هذا جماعة من المفسرين بأن الله تبارك وتعالى اقتضت حكمته أول الأمر أن يري الكافرين المؤمنين قلة،
من أجل أن يندفعوا إلى المعركة ويكون في ذلك استدراج لهم إلى الحرب. ثم عندما بدأت المعركة كثر الله تعالى عدد المؤمنين في أبصارهم فرأوهم مثليهم لينزل الرعب فيهم حينما كان الفرار غير ممكن لهم، فاستحر القتال بين الجانبين، وكانت العاقبة أن نصر الله تعالى الفئة المؤمنة التي كانت قليلة العدد وقليلة العدد أمام الفئة الكافرة. فالكفار هم بين 900 و1000 كما قيل، منهم من قالهم 1000 ومنهم من قالهم 900، وقد أحرزهم النبي صلى الله عليه وسلم بين هذين العددين عندما قيل له بأنهم ينحرون في كل يوم 9 أو 10 أي من البدن. فكان صلى الله عليه وسلم يقدرهم بين 900 و1000، ولكن مع هذا كله كانوا يتضاءلون أمام المؤمنين. فقد روى ابن جرير عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه في بداية الأمر كانوا يرون المشركين ضعفهم مثليهم، ثم بعد ذلك رأوهم مثلهم بحيث لا يفضلون عليهم ولا بشخص واحد. وجاء في رواية أخرى عن ابن مسعود ما يدل على أنهم تضاءلوا بعد ذلك أكثر من هذا القدر، فذكر ابن مسعود أنه قال لأحد من المؤمنين بجنبه: أتراهم نحو 70؟ فقال: أراهم نحو 100. روى ذلك أيضا ابن جرير الطبري في تفسيره. فكانوا يتضاءلون يرونهم مثليهم رأي العين، وعلى هذا فالراؤون إنما هم المشركون، رأوهم مثليهم، إما أن يكونوا مثلي المرئيين وذلك بأن يكونوا نحو 600 وزيادة، أو مثلي المرئيين وذلك بأن يكونوا في نظرهم يناهزون 2000، لأجل أن تنزل الهزيمة في قلوب أولئك الكفار، أو أن المؤمنين كانوا يرون الكفار مثليهم، يرون الكفار مثليهم. ومعنى ذلك أن الضمير راجع على المؤمنين، إذ يرون القوم الكافرين نحو 600 أو يزيدون، وهم كانوا نحو 1000، فكان العدد الذي رآه المسلمون أقل من عدد أولئك. والله تعالى وعد المسلمين بأن الواحد منهم يغلب 2، إن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، هكذا قال معظم المفسرين في توجيه هذا الرأي. وهذا أي الاستدلال بالآية الكريمة فيه نظر، لأن الآية الكريمة في سورة الأنفال التي نزلت بعد وقعة بدر، ثم إن المؤمنين كانوا مأمورين من قبل كما جاء في سورة الأنفال أن يثبت الواحد منهم لعشرة، ومعركة بدر هي أول معركة يلتقي فيها صفان من المؤمنين والكافرين. والحديث فيما يتعلق ببقية معاني هذه الجملة ومعاني بقية الآية الكريمة نرجئه إن شاء الله إلى الدرس الآتي، سائلين الله تعالى العون والتوفيق والتسديد، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. مستمعي الأعزاء، هكذا كنا مع تفسير الآية 12 و13. ما تبقى من تفسير الآية 13 من سورة آل عمران سنتابعه في حلقتنا القادمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم مع تفسير القرآن الكريم. تفسير القرآن الكريم.
لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. تنفيذ مالك بن زاهر الحسن.